بسم الله الرحمن الرحيم. في الجزء ده هنتكلم عن defining technical communication و how to start to write a document or a technical document. في البداية احنا بنبدأ بعملية ال planning، وعملية ال planning أو التخطيط دي بتشتمل على إن أنا بحدد الغرض، determining the purpose، إيه الغرض من الكتابة؟ السؤال اللي بنجاوبه why am I writing this؟ I writing this to provide a recommendation, to provide a report, progress report, user manual, analysis document, short notes, long notes. ايه الغرض بتاعي بالظبط؟ لازم احدده. بعد كده analyzing readers، احدد نوع المتلقي. هل المتلقي ده manager او user عادي؟ فهيكون مستوى المعرفة بتاعته اقل مني، فبالتالي لازم يكون كلامي very simple، ما استعملش مصطلحات كتير. لو استعملت مصطلحات اشرحها، ولا هو على المستوى التاني ان هو expert او one of my colleagues هيفهم اللي انا بقوله. ببعت له مثلا document analysis, data dictionary، اي حاجة هيكمل عليها شغل، فببقى feel free ان انا اتكلم بالتفاصيل الفنية اللي لازم معرفتها. بعد كده اثناء الكتابة ببدأ اجمع المعلومات واحدد الاوتلاينز، الاجزاء العامه. انا هبدا مثلا بسمري وجزء ديتيلز، الطول بتاعه هيبقى قد ايه، هل هي شورت نوتس في صفحه واحده او اكتر من صفحه، لو فيها عدد من الشابترز ايه محتويات كل شابتر، لو فيها عدد من البنود ايه محتويات كل بند. بعد كده بنجهز اللي نعمل اللي اوت الجرافيكس، سواء ان انا كنت هجيبه من مكان تاني وحافظ على الكوبي رايتس وانا بحطه، ولا انا اللي هعمل الجراف واجهزها. كل ده يتعمل له كومبايلنج ويتحط اثناء عمليه الكتابه المبدئيه في تاني مرحله اللي هي الدرافتنج. يبقى نمره واحد البلاننج، نمره اتنين درافتنج، بكتب الدرافت الاول. بعد كده براجع الدرافت بتاعي واظبطه، بعمل اديتنج للستايل، اراجع الجرامر والميكانيكس والترابط بتاع الجمل بتاعتي. بعد كده بحط بظبط الجرافيكس واللاي اوت بشكل عام، واخش في مرحله المراجعه النهائيه واوصل لثالث مرحله. يبقى انا عندي للديفلوبينج اي دوكيمنت عمليه التخطيط اللي فيها تحديد الهدف، جمع المعلومات عن الريدرز عشان احدد مستوى الخبره بتاعته واحدد مدى الملائمه للكلمات اللي هستعملها، جمع المعلومات، تظبيط الصور وجمعها، كتابه النسخه المبدئيه، وبعدين في مرحله الريفايزنج مراجعه المحتويات ومراجعه الستايل والجرامر ومراجعة اللي اوت النهائي. لو جينا نتكلم على determining the purpose، لازم نجاوب السؤال why I'm writing this، انا بكتب ده ليه. هنجاوب على السؤال ده في سطر او سطرين، وبعدين بعد كده نبدأ نتجه لبداية الاوتلاينز. طيب لازم احدد كمان what response do I want from readers، زي ما شفنا في الفيديو اللي فات انه في الريكومنديشن في الاخر انا لازم اقول للمتلقي بتاعي او للريدر او للاودينس بتاعي هو مطلوب منه يعمل ايه. قلنا دايما في الجزء الاول technical writing you are writing to help someone to perform a job، بتكتب عشان تساعد حد انه ياخد يؤدي مهمة معينة او ياخد قرار معين. ف pinpoint what you want your audience to know, think or feel، ايه المعلومة اللي انا عايزة اوصلها له، ايه القرار اللي انا عايزه ياخده. عملية تحليل القارئ دي بتهمني ليه؟ لان عندي حاجة بنسميها obstacles for readers، يعني ايه المعوقات اللي ممكن تواجه القارئ، وليه لازم افهم الريدرز وtype of readers. ايه المعوقات دي؟ readers are always interrupted. عادة انا بكتب reporting لمدير اعلى مني، فده عاده بيكون مشغول، عنده عدد كتير من التقارير او المقابلات او المواعيد، فالقراءه بتاعته ما بتكونش متصله، القراءه بتاعته بتكون متقطعه. فلازم وانا بكتب كل شويه افكره بالهدف الرئيسي للكتابه بتاعتي واكون واضح وكلامي مترابط ومنطقي. readers are impatient، عندي قارئ غير صبور. طيب القارئ الغير صبور ده عاده هيروح يعمل ايه؟ هيعمل كويك سكان، هيقرا الابستراكت او السمري الاولاني وهينط على الكونكلوجن ويقراه. فلازم الاثنين يكونوا
بيحتوي على الهدف من الكتابة والقرار اللي أنا بعمله ريكومنديشن أو عايزة الشخص اللي قدامي ياخده، أو المعلومة اللي أنا عايزاها توصل له بشكل مختصر. Readers lack your technical knowledge، ودي العائق ده بتخطاه بإن أنا أي technical knowledge أو أي technical term أضمنه لازم أقوم بشرحه، أكون بسيط. لو لجأت لاستعمال technical terms لازم إيه نوضحها أو نعبر عنها. Most documents have more than one readers. طيب في الحالة دي بنعمل إيه؟ في أكتر من مستوى المتلقي، ممكن يكون المدير بتاعي هيعرض الكلام ده على other advisor أو other expert، أو إنه برضو المدير بيشوفها وهو التكنيكال نولج بتاعته عندي محدودة أو قليلة وهشوفها زميل تاني expert، فبالتالي بنضمن أكتر من مستوى للقراءة. يعني إيه؟ عدد من الباراجرافز، كل باراجراف بيحتوي على مستوى. ممكن يكون الباراجراف الأولاني سيمبل بيشرح المشكلة بشكل بسيط، باراجرافات بعد كده بتخش في المشكلة بشكل عميق، بحيث إن كل readers بياخد الباراجرافات بتاعته ويوصل منها للمعلومة اللي عاوزها. Why to understand reader? Write down what you know about your readers. نكتب معلوماتنا الكاملة عن الريدرز بتاعتنا، أي حاجة عارفينها عنده، level of knowledge، is he a decision maker، بياخد قرار ولا لأ. Talk with colleagues who have written to the same readers. Feel free to communicate with your colleagues. ممكن تسأل زمايلك اللي معاك في الديبارتمنت أو في القسم أو في الشركة عن الفورمات المستخدمة في كتابة الموضوع ده، عن بعض التقارير السابقة اللي اتكتبت لنفس الشخص أو موجهة لنفس الأودينس، عن طريقة الكوميونيكيشن أو البيست واي تو كوميونيكيت وذ ذيس بيرسون. دي نوع من أنواع الخبرات المتراكمة أو اللي بيتم توارثها في المكان. فأنت ممكن تسأل زمايلك عن طريقة كتابتهم للشخص ده. Find out who makes decision. لازم أكون عارف مين المسؤول عن القرار في المكان بتاعي، عشان لو أنا عايزة أكتب ريبورت بريكومنديشن مثلا لشراء سلعة معينة أو انستولينج سوفت وير معين، فأنا أبقى عارف مين اللي هياخد القرار فأوجه له الكلام. Remember that all readers prefer simplicity. كل مختلف الناس المتلقين لك، سواء كان مانجر، سواء كان يوزر عادي، سواء كان ادفايزر اكسبرت، كلهم بيفضلوا انه الكلام يكون very simple. التكنيكال ليفلز بقى ممكن يكون مانجر، اكسبرت، اوبريتور، جنرال ريدرز، كل واحد له خصائص. طيب خصائص المانجر هي عبارة عن ايه؟ خصائص المانجر this reader's expected background information، لازم توضح له بعض المعلومات الخلفية عن الموضوع اللي انت بتكتب عنه، لانه ممكن يكون zero knowledge عن الموضوع اللي انت بتتكلم فيه. Definitions of technical term، لو استعملت اي technical term لازم توضحه له، لانه برضو زي ما قلت ممكن اكون بكتب تقرير عن حالة الشبكة في الشركة والمدير بتاعي مش متخصص في الشبكات، انا متخصص في الشبكات وعارف التيرمز بتاعتها واضحة بالنسبة لي، لكن هو ممكن يكون في مجال الاي تي بس ملوش علاقة بمجال الشبكات، فلازم اوضح له الديفينيشنز اللي انا بستعملها. List and other format devices that highlight bold. كل ما كانت المعلومة بتاعتي ممكن احطها في شكل جراف او في شكل ليست قائمة او في شكل تيبلز، استعمل الطريقة دي لانها بتكون اوضح للمتلقي بتلخص له المعلومة. Clear statement about what should happen next. في الريكومنديشن في الآخر لازم بالظبط يكون واضح هو مطلوب منه يعمل ايه. بالنسبة للإكسبرت، this reader expect through explanation of technical details، ده ممكن تغرقه في التكنيكال ديتيل والتكنيكال تيرمز وبيتوقع ان انت تروح in depth في التفاصيل التكنيكال. Data placed in table برضه figures لانها بتسهل وصولها. لازم اي حاجة جايبها من reference اشير الى reference ده، لان انا هكتب technical details وحاسب في التفاصيل، ف reference to outside sources used in a writing report. كل حاجة بجيبها من بره لازم احافظ على الكوبي رايتس بتاعت المتلقي والبيتنت والكوبي رايت اللي هي حقوق الملكية الفكرية، واشير للمكان اللي انا استعملت منه الكلام ده، سواء صور او سواء فقرات هاخدها من بيبرز، من كتب، من ويب سايتس. clearly labeled appendices. عادة التقرير اللي هيروح للإكسبرت ده بيكون طويل، فلازم يكون فيه أبندكس في الأول يوضح الأجزاء المختلفة للريبورت ده. يبقى دي الحاجات اللي بيتوقعها الإكسبرت
يبقى في depth information, data placed in tables and figure, reference mentioned, we clearly label and index. Operators, this reader expected. Operators ده ممكن واحد زميل ليا هيكمل شغل. Clear table of content, easy to read listing procedure or instruction. مثلا ده واحد انا بكتب له how to perform التست on certain software، يبقى لازم اوضح له تيبل فيه المحتويات، ازاي اعمل سيت اب للتست ده، ازاي الخطوات بتاعته 1 2 3 4، لسته من الانستراكشن، ديفايننج اوف تكنيكال تيرمز، اي تكنيكال تيرم هستعمله اوضحه له، كلير ستيتمنت اوف هاو دوكيومنت افكت ذير جوب، ان هو الدوكيومنت دي علاقتها ايه بيه. انت سوفت وير تيستر، طيب الدوكيومنت دي بتشرح لك خطوات التيست والتشغيل السوفت وير ده عشان تقدر تأدي المهمة بتاعتك او to perform your task. General readers، القارئ بقى العادي، اليوزر العادي، this reader expect definition of technical term. لو استعملت اي technical term لازم اعرفه، لان هو ما يعرفش حاجة عن خلفية الموضوع التكنيكال. Frequent use of graph like charts and photos، عادة انا بشرح له manual مثلا لاستعمال سوفت وير معين او مانيوال لاستعمال هارد وير معين، فلازم استعمل الرسومات عشان اوضح الكلام ده، ولان هي بتوصل للمستخدم بشكل اسرع. clear distinction between facts and opinion، افرق بين الحقائق الفاكتس حوالين الموضوع معين و my own opinion. طيب لو ده من التقسيمه اللي فاتت دي من جهه ال level of knowledge، فال level of knowledge manager operator expert، التقسيمه اللي فاتت دي بتعكس مدى معرفتهم بالموضوع. طيب التقسيمه دي بقى مدى تاثيرهم على صنع القرار. في decision makers level ممكن يبقى decision maker advisor receiver. يعني ايه decision maker ده؟ عاده هو المانجر اللي بياخد القرار. first level audience decision maker translate information into action، هياخد قرار، عملت له ريكومنديشن بشراء سوفت وير معين او هارد وير معين، عملت له ريكومنديشن بان احنا نبدا اختبار سوفت وير معين، عملت له ريكومنديشن انه ياخد قرار معين يختار سوليوشن من ضمن ليست اوف سوليوشنز. طيب الادفايزرز جيف ادفايس تو ذوز هو ميك ديسيجن، مهمته انه بيدي ريكومنديشن. الدوكيومنت دي مكتوبه بتوضح الغرض منها، الريكومنديشن دي صحيحه ولا خاطئه. Receivers دول receive information contained in document، زي اليوزر العادي اللي بيقرا مثلا manual، ده برضو يعتبر ايه receiver. طيب الدوكيومنت اللي قدامنا دي بتساعدنا في عملية التحليل للريدرز بتاعي، ولازم في البداية استعملها قبل ما ابدأ اي اكتب اي technical document in details. مكونة من ايه؟ مثلا الدوكيومنت اللي فاتت في اول الشابتر اللي كنا بنتكلم فيها عن فحص نوع معين من البرينتر والسكانر وانه وصل لنتيجه، فهنا تجاوب على الاسئله دي why you are writing this document. فاكرين الدوكيومنت اللي فاتت كان بيكتبها ليه؟ to recommend او to give a recommendation about how او about if we can continue using certain kind of printers ولا لا. طيب what response he expect، ده اللي في الاخر ايه response continue using this kind. يبقى هو بي evaluate نوع معين، الهدف انه بي evaluate نوع من البرنترز، وهنا عايز الريدرز يعمل ايه؟ ياخد recommendation to continue using this. لما قسمه هنا هل الاودينس بتاعي ده مانجر ولا اكسبرت ولا اوبريتور؟ هو مانجر، واضح من الدوكيومنت اللي احنا شفناه قبل كده انه كان مانجر. هو decision maker ولا advisor ولا receiver؟ لا هو كان ايه؟ decision makers. وهنشوف مثال تفصيلي على الكلام ده دلوقتي. طيب while you planning your documents ممكن يكون عندك القارئ expert او operators، ودول بيعرفوا technical details about the topic، فيهمني انه organize information for technical readers. طبعا for technical readers ده تاخد بالك انه مسموح لك بالديتيلز، مسموح لك تدخل في العمق وتستعمل technical terms بتاعتك. لما بيكون manager أو general readers لازم تكون less technical details very simple عشان توصل. يبقى أنا عندي اختيار
A واختيار B. طيب احيانا عندي اختيار C اللي هو ايه، اللي هو الدوكيمنت بتاعتي هتعدي على الاربع انواع، فبالتالي لازم تتضمن باراجرافات مختلفة to satisfy the requirement of each A reader. يبقى فيها باراجرافات ملخصة بتوضح الهدف وبتوصل له بسهولة، وباراجرافات بتتكلم على technical details بشكل يتناسب مع الاكسبرت. تعالوا نبص على المثال ده، دي دوكيومنت هنا ومطلوب مننا نعمل الاناليسيس بتاعها زي ما كان مطلوب منكم في الاساينمنت اللي اديتهولكم قبل كده. نبص على الدوكيومنت دي، طبعا بدأت بالتاريخ وتو بول جونز اوفيس كوردينيتور. طبعا خد بالي ان اوفيس كوردينيتور ده في ليفل ايه، في ليفل الديسيجن ميكر، ممكن ياخد قرار. فروم سين باركر ايه السبجكت، نيو برودكتيفيتي سوفت وير، في سوفت وير جديد عايزين يعملوا له ايفالويشن او يفحصوه. هنبص هنا نلاقي introductory summary كتب فيها as you request I have examined the framework open source productivity suite software we are considering. On the basis of my observation I recommend we secure one copy of framework and test it in our office for 2 months. يبقى هنا الجزء الأولاني من الأناليسيس، هنا why you are writing this document، بكتبها ليه؟ بكتبها to recommend testing ال framework software separately on our office. بعمل recommendation عشان ال software ده كويس هنختمه. طيب أنا عايزة what response do you expect؟ ال response واضح هنا فين؟ في ال conclusion. هنا لو جينا بصينا هنلاقي كاتب ايه، though I gave free work only a brief look my survey suggested that it may be strong contender for use in our office. طب اعمل ايه بقى؟ so what move to the next step if you wish to move to the next step of starting 2 months test just let me know. ايه القرار اللي هو عايز الكوردينيتور ده ياخده، عايزه يعمل له ريكومنديشن او يسمح له باختبار السوفت وير ده لمده شهرين. طيب طبعا هنا الريدرز بتاعي او الاودينس بتاعي هو في ليفل المانجر وهو ديسيجن ميكر، ممكن ياخد قرار باستعمال او باختبار او عدم اختبار السوفت وير ده. يبقى هنا نفس الطريقه اللي قلناها قبل كده في الدوكيمنت، هي طريقه الساندويتش في انترودكتوري سامري او ابستراكت او جزء بيوضح الهدف وبيلخص اللي انا وصلت له بعد فحص المشكله بتاعتي، وجزء كونكلوجن في الاخر بوضح فيه للمتلقي او للاودينس بتاعي او للريدرز بتاعي هو المفروض يعمل ايه او ايه الريكومنديشن النهائي بتاعي. في النص بقى بتكون فيه ديتيلز ليه انا عملت الريكومنديشن دي، يعني هنا الفيتشر اوف فري ورك موضح ان هو بيدي فورماتنج فليكسيبل او فليكسيبيليتي اوف فورماتنج، عنده دوكيومنتيشن، عنده بيج بريفيو، سبريد شيت، داتابيس، جرافيكس، موضح الديتيلز والمميزات بتاعه السوفت وير ده. طيب لو جينا في الجزء بي، وات از ذس ريدر تكنيكال اور اديوكيشنال باك جراوند، هي هاز اي لو تكنيكال باك جراوند، التكنيكال باك جراوند بتاعته قليله، ما فيش اي ديتيلز او اي حاجات تكنيكال اتذكرت في الدوكيومنت دي. What match question does this person need to answer؟ ايه ال question اللي this person need to answer؟ بنجيبها من فوق، need to answer what if he gonna test this software or a or not. What main action do you want the person to take، ايه الاكشن اللي عايزينها اللي موجوده تحت في الكونكلوجن، to let the office test this new software and so on. تمام كده، يبقى دي الخطوات المبدئيه في تحليل الايه الدوكيومنت. pipeline of organization write different part for different readers زي ما قلنا، emphasize on the beginning and the end، ليه بنركز في البدايه والنهايه زي ما شفنا في العينه دي، انه احيانا يكون عندي كويك ريدرز، فالكويك ريدرز هيقرا السمري وهيقرا الايه
الكونكلوجن لو هو واثق في الشخص اللي كلفه بعملية الكتابة دي. يبقى انا هنا حليت مشكلة الانترابشن، ان انا هنا ذكرت الهدف وبرضو رجعت ذكرت الهدف تحت. القارئ اللي هيقرا بسرعة وهيتم مقاطعة كتيرة له ممكن يروح كويكلي للبداية وللنهاية، وبرضو لما يخش في الفقرات هنا هيبقى فيه إشارة لإحنا كاتبين الدوكيمنت دي ليه. يبقى هنا emphasize the beginning and the end، بتركز في البداية والنهاية على الهدف من الوثيقة بتاعتك أو الدوكيمنت بتاعتك دي. repeat key point، بتكرر النقط المهمة علشان لو القارئ حاجة قطعته وهو بيقرأ. write different part for different readers، يعني إيه؟ في البداية والنهاية كانوا ملخصين تمام، انما في النص في شوية details انا ليه اخترت السوفت وير ده او ليه عملت له recommendation. write in a way that respond to the speed readers، قلنا ال speed readers هيروح على السمري وال conclusion. direct each section to those most likely to read، زي ال conclusion مثلا، عارفة انه لازم المانجر هيقراه فلازم احط له بالظبط ايه المطلوب منه يعمل، ايه القرار المفروض ياخده. shift level of technically from section to section، نبدأ بليفل بسيط وبعدين نروح in depth ونضمن technical expression اكتر. هنا ممكن اعمل quick scan، quick scan هقرا ال introductory والايه وال conclusion. ممكن اتنين a focus search فاقرا ال introductory واروح شوية على ال background وال method وال cost وبعدين اروح انط على ال conclusion، او اقرا الدوكيمنت كلها. فعندي طرق مختلفة لعملية القراية. ليه بنركز في البداية والنهاية؟ بيزي ريدر اكسبكت تو فايند انفورميشن اون، البيزي ريدر ده بيتوقع انه يلاقي المعلومات بتاعته فين؟ في البداية، في الانترودكشن او السمري، في بداية الفقرات المختلفة، في بداية السكشنز المختلفة، في بداية الباراجرافز المختلفة، beginning of entire document، beginning of sections، beginning of paragraphs. فلازم دايما اركز له المعلومه المهمه والهدف منها يتكرر في المناطق دي. repeat key point ليه؟ احنا كناس بتوع كمبيوتر ما بنحبش نستخدم redundant information، انما في الكتابه use the redundant approach of organization، كرر له بشكل مستمر الغرض من الدوكيمنت علشان ما ينساش وهو بيقرا. repeat important information، انا بعمل recommendation للسوفت وير ده ليه؟ قال في الاول انا اختبرته ولقيته كويس وذكر ديتيلز بتدعم قضيه ان هو كويس، وفي النهايه قال لما اختبرته كان كويس، وبالتالي بدي ريكومنديشن انه يتم اختباره اكتر لمده شهرين. help readers find the answer. so what، so what دي اللي بنكتبها فين؟ في الدوكيمنت. مطلوب مني اعمل ايه؟ so what، هعمل ايه؟ هريكومند استعمال البرينتر دي، هريكومند التست اوف ذس سوفت وير. تمام كده، بنقف في الفيديو ده عند الجزء ده، وإن شاء الله نكمل الشابتر في فيديو تاني بإذن الله.